بسم الله الرحمن الرحيم. معانا يا ولاد درس جديد، القوة التي تؤثر على الجسم. القوة اللي بتأثر على الأجسام يا ولاد نوعين، إما قوة متزنة وإما قوة غير متزنة. طب خلينا الأول في المتزنة. ليه قالوا عليها متزنة؟ قال لك هي القوة التي تؤثر على الجسم ولكن لا تغير حالته، ما بتغيرش حالته، فالجسم الساكن اللي كان واقف سيظل ساكنا، والجسم المتحرك يفضل متحرك بنفس سرعته. يبقى لو جسم ساكن وما اتحركش قوة متزنة، لو جسم كان بيتحرك واستمر متحرك بنفس سرعته يبقى قوة متزنة. طيب اديني أمثلة على اللي انت بتقوله ده يا مستر حامد. القوة المتزنة اتقسمت نوعين، قوة الجاذبية وقوة الدفع. طب ليه قوة الجاذبية؟ لأنها قوة بتسحب الأشياء إلى أسفل، يبقى دي قوة إيه؟ متزنة. وقوة الدفع هي القوة التي تدفع الأشياء إلى أعلى، يبقى واحدة لتحت وواحدة لفوق، دي نقول عليها قوة إيه؟ قوة متزنة. طب إديني مثال حياتي. عند حمل الحقيبة المدرسية، ما تشتل شنطتك، الحقيبة دي هتتأثر بكذا قوة بتأثر عليها متزنة. أولا وأنت حاططها على كتفك قوة الجاذبية الأرضية بتشدك وتشدها فتسحبها لمين؟ لأسفل. وقوة الدفع هي اللي هتدفعها لإيه؟ لأعلى لو أنت جيت ترفعها. جميل. طب إيه كمان؟ الكتاب الموضوع على منضدة، كتاب موجود على ترابيزة، ده بيتأثر بعدة قوة. أولا قوة الجاذبية الأرضية هي اللي مخليه موجود على المنضدة، يعني عامله له سحب مغناطيسي لتحت. اما قوه الدفع التي تدفعه الى ايه؟ الى اعلى، لذلك لا تتغير حالته ويظل ساكنا. يعني انت يا مستر عايز تقول ان الكتاب قعد على الترابيزه ساكن بدون حركه علشان عليه قوتين؟ قوه الجاذبيه الارضيه بتشده لتحت، وفي قوه دفع بتدفعه لفوق فعمله اتزان في الحركه، لذلك لا تتغير حالته ويظل ساكنا. نيجي للنوع الثاني، القوة الغير متزنة. هي قوة برضو بتؤثر على الجسم، ولكن ايه بقى؟ بص 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 بص، بتغير حالته. يبقى المتزنة والغير متزنة نفس التعريف، هي القوة التي تؤثر على الجسم، ولكن في المتزنة لا يتم تغيير حالته، في الغير متزنة يتم تغيير حالته. طب لو كان جسم ساكن، لا ده ابتدى يتحرك. طب لو كان جسم متحرك ممكن سرعته تزيد او اتجاه حركته يتغير. شفت بقى ازاي؟ جسم كان بيتحرك، لو سرعته زادت يبقى غير متزنة، لو غيرت اتجاهه يبقى غير متزنة. طب اديني مثال للكلام ده من الحياة. عند نفاذ الوقود، لما البنزين يخلص تقل سرعة السيارة لحد ما تتوقف لان انت ما مونتش. طب ليه؟ لأنها اتأثرت بعدة قوة غير متزنة. الله، إيه اللي وقف العربية؟ أولاً البنزين خلص، ثانياً كان في احتكاك على العربية. الاحتكاك ده جاي منين؟ ده جاي في عكس اتجاه العربية، يعني لو العربية ماشية كده في قوة احتكاك بتواجهها. طب جاية منين دي يا مستر؟ جاية من حاجتين، جاية من الأرض، احتكاك إطار السيارة بالأرض، ما هو حركة الأرض دي تقلل من حركتها. وإيه كمان؟ الهواء اللي جاي في وش العربية يحاول يحجم من حركتها. يبقى في كم حاجة بتقلل سرعة العربية؟ اتنين، احتكاك كاوتشات وإطارات العربية بالأرض، والتانية احتكاك العربية مع الهواء. طب إيه معنى الاحتكاك؟ هي قوة تنشأ بين سطحي جسمين متلامسين وتؤثر في اتجاه معاكس لاتجاه الحركة. طب إيه عيوبها؟ بتبطئ أو توقف من حركة الأجسام المتحركة. يبقى الاحتكاك هو اللي وقف العربية، الاحتكاك هو اللي قلل سرعتها. طب مثال تاني، عند اصطدام سيارة متحركة بحائط بجدار، العربية تفضل مكملة؟ لا يا مستر، ده هتتفرتك وتتوقف عن الحركة بعد الحادثة. طب ليه توقفت عن الحركة؟ عشان ظهر قدامها قوة جديدة، ليه قوة مين؟ قوة الجدار، وتساوي قوة اصطدام السيارة بالجدار، وبالتالي فقوة التصادم تبقى عكس اتجاهها. العربية كانت ماشية كده
والحيطة كانت موجودة هنا، فبقت الحيطة مضادة للسيارة فأدت إلى توقف السيارة. يبقى الاصطدام دليل على القوة الغير متزنة، حركة جسم متحرك يبقى غير متزنة، وهكذا. تعالى كده نشوف من خلال تجربة، بقول لك لو انت حركت سيارة بقوة دفع أكبر إيه اللي هيحصل لها؟ تتحرك السيارة لمسافة أطول عند دفعها بقوة. طب إيه الدليل على الكلام ده؟ أقول لك الدليل على كده، لو سيارة عطلانة في الشارع وإجا واحد يزق مع السواق، بالله عليك هل لو واحد بيزق مع السواق زي ما يجي 5 شباب يزقوا العربية، 1 2 3 4 5؟ لا يا مستر، ده لو إجا 5 والراجل دور بس كده بإذن الله ستنطلق العربية للأمام. علشان كده قائد السيارة أو سواق التاكسي لما بيعطل يقعد يستنى 3 4 يمشوه ويحركوه. يبقى كل ما كانت قوة الدفع أكبر كل ما تحركت السيارة لمسافة أطول وتحركت بسهولة. نستنتج من كده إيه يا ولاد؟ كلما دفعنا السيارة بقوة أكبر تتحرك لمسافة أطول. تخيل كده، افرض إن معاك واحد كده بعجلة وما بيبدلش، واتنين صحابه مسكوا فيه وقعدوا يزقوا فيه بالعجلة، هتلاقيه عمال إيه؟ كل شوية المسافة تزيد وهم بيجروا جنبه، يزقوا وهم بيجروا وراه، يبقى المسافة تبقى إيه؟ أطول، برغم إنه ما بيبدلش. طب ده ليه؟ لأن في قوة دفع أكبر. طيب عند التأثير بقوة على الأجسام الكبيرة، هو جسم كبير عليا فيتحرك لمسافة إيه؟ قصيرة، قصيرة لأن الجسم ضخم، زي ما تيجي تحرك كرتونة كبيرة مش قادر، فكل شوية تقعد تزحزح سنة سنة. طب لو التأثير ده كان بقوة والجسم صغير، ما شاء الله بقى، ما دام جسم صغير تنطلق لمسافة طويلة، يبقى العلاقة هنا علاقة إيه؟ جسم صغير يتحرك لمسافة طويلة، جسم كبير يتحرك لمسافة قصيرة. دي نقول عليها في العلوم اسمها علاقة عكسية، كلما زادت الكتلة ها تقل المسافة، كلما قلت الكتلة تزيد المسافة. يبقى في ارتباط بين الكتلة والمسافة والسرعة يا ولاد. كده خلص درس القوى المتزنة والغير متزنة.